السلام عليكم، مرحبا بكم في تغطية من دروس الدين أكاديمي. اليوم إن شاء الله غادي نشوف فيديو جديد في الفورماسيون سيركات أردوينو. هاد الفيديو غادي نشوفو فيه أنوطخ تيب ديال لي كابتور. غادي نشوفو بيان سيغ واحد الأبليكاسيون عليه في لوجيسيال إيزيس. غادي نديرو البروغراماسيون الكابلاج ديالو، وغادي نشوفو شوية تيوري على هاد الكابتور. الكابتور اللي غادي نشوفو اليوم هو كابتور انفراروج إي آر، أولا كابتور دو بروكسيميتي. هاد الكابتور كيصيفط لينا واحد الأشعة تحت الحمراء. الشكل ديالو هو هذا، هو صغير ولكن فعال واحد الدرجة كبيرة. بون، حنا كنا شفنا ديجا واحد لو تيب ديال لي كابتور لي كيدير ميم برانسيب، الوغ كيحسب ليا لا ديستونس ما بين لوبستاكل و الكابتور. كابتور التراسونيك راه كنت ديجا درت فيديو عليه، غادي تلقاو اللين ديالو في الديسكريبسيون ان شاء الله. غادي نشوفو اليوم شنو هو كابتور انفراروج بالضبط. Le capteur d'évitement d'obstacles à capteur infrarouge IR est une solution peu coûteuse pour la détection. Il y a un capteur moins cher ou RS pour la détection, qui détecte les objets ou les obstacles. Il y a un même principe à capteur ultrasonique. Et il y a un fertilef qui est un fertilef qui est un fertilef. Dans cette leçon, nous allons vous montrer comment fonctionne le capteur d'évitement d'obstacles et comment l'utiliser avec la carte Arduino Uno. Et on va voir comment on peut brancher ou programmer ce capteur avec la carte Arduino Uno. Pour le principe de fonctionnement, comment on utilise le capteur infrarouge? On a déjà vu le capteur ultrasonique avec un émetteur ou un récepteur. L'émetteur qui dit l'émission des ondes ultrasoniques ou qui trouve des obstacles ou qui rejoint. Donc, on va voir comment il fait ce capteur infrarouge, comment il fait le fonctionnement. Pour le capteur infrarouge, c'est un émetteur ou un récepteur. L'émetteur, quand on a la LED, on a le remote, on a le télécommande de la télé ou le récepteur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Un rayon infrarouge, le chien, c'est un hamra. Il y a un obstacle qui est un obstacle qui est un hamra. كي ديتيكتي وكيرجع ليا الريسيبتور اللي كتكون هي لا ليد نوار، يعني كتكون واحد لا ليد كحله. دونك في برانسيب فونكسيونمون كيف شفنا بحال الكابتور التراسونيك بحال الكابتور انفراروج. بور لي كاركتيريستيك تكنيك دي كابتور انفراروج، هنا غنلقاو واحد الاختلافات بسيطه في الفولتاج دو فونكسيونمون ما بين 3.3 فولت حتى ل 5 فولت. بور لانتونسيتي دو كورون خاصها تكون سوبيريور ايكالا 20 ميلي امبير. Pour la température de fonctionnement, les khas sont moins 10 degrés Celsius, plus 50 degrés Celsius. La plage de distance, c'est un peu de l'axilef. La plage de distance, c'est le capteur ultrasonique que je fais, quand il est moins 2 cm, 400 cm, il y a 4 mètres. Pour le capteur infrarouge, il est moins 2 cm, c'est 40 cm. Il y a l'intervalle de distance via le capteur infrarouge. سرنا من الانترفال دو ميزور ولا الانترفال دو ديستونس ديال الكابتور التراسونيك. بيان سور هاد الصغر هذا عنده افونتاج وعنده انكونفينيون، ان شاء الله غادي نشوفوا هادشي كامل في هاد الدرس. الانترفاس اونتري وسورتي انبوت اوتبوت انترفاس 4 فيل، يعني اغلبيه ديالهم كتكونوا من 4 فيل ولا 3 فيل، يعني كيكون عندنا فيل ولا بين كيمشي للجي ان دي الفي سي سي الاوتبوت والانابل الا كانوا 4. إذا كانوا ثلاثة ما كتكونش عندنا الإنابل، كتكون الأوتبوت والفي سي سي والجي إن تي. دونك الإنابل كتكون على حساب واش 4 في ولا 4 3 في. سينيال دو سورتي، السينيال دو سورتي ديال هاد الكابتور هذا سي طونسيون تي تي إل، يعني نقدروا نقولوا توتوريان سوا زيرو سوا أن، يعني ماشي بحال الكابتور دو تومبيراتور كيبقي عندنا دي فالور ديفيرون، لا هادي يا كاين لوبجي كيديتيكتيه يا ما كاينش، يعني سوا زيرو سوا أن. Pour la taille d'élo, la dimension d'élo, c'est 41,7 mm × 16,7 mm. L'angle effectif, puisqu'on a une mesure précise ou une bonne position de la capteur, c'est 50 degrés, 35 degrés. Pour le poids, c'est 5 grammes. Ce sont les caractéristiques techniques du capteur infrarouge. Bien sûr, il y a une forme de bzef. Je vous d'abord la différence entre les capteurs infrarouges et capteurs ultrasoniques. أو لا كابتور التراسون. أول حاجة هادي واحد الأفونتاج فيهم بجوج، سي كو موان شير، يعني بجوجهم رخاص. تقريبا الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 25 حتى 30 درهم عندنا حنا في المغرب. الكابتور انفراروج عنده إن بون بريسيزيون، يعني عنده واحد لا بريسيزيون كبيرة بزاف.
كيف قلنا هذاك لابلاج دو ميزور ديالو لانترفال دو ديستانس قلنا صغير. هذا هو لافونتاج ديال ديك لانترفال صغير، سكو هذيك لا ميزور ديالو هذيك لا بريسيزيون ديالو كتكون واحد الدرجه قياسي، يعني بيان بريسيزي، وحتى لا فيتاس ديال لا ريبونس ديالو كيفاش كيريبوندينا ولا داكشي كتكون حتى هي رابيد بزاف، يعني اون جينيرال كنقولوا ان بون بريسيزيون عندو. عند كاين عاوتاني واحد الافونتاج ديال الكابتور انفراروج على الكابتور الالتراسونيك هو انه انه تري فاسيل في البروغراماسيون. لا بلاج دو ميزور كيف ديجا قلنا، قلنا بلي الالتراسونيك كيتراوح الانترفال دو ميزور ديالو ما بين 2 سنتيمتر حتى 400 سنتيمتر، والبلاج دو ميزور ديال الانفراروج ما بين 2 سنتيمتر حتى 40 سنتيمتر. دونك هادي تقريبا نقدروا نقولوا انكونفينيو، علاش؟ الا كان عندي شي اوبجي مثلا، انا مثلا عندي شي بورت شي باب الكتروني مثلا، بغيت يكون مثلا يكون شي حد بعيد على الباب ب 1 متر مثلا، بالكابتور انفراروج ما نقدرش نديرها، نقدر نديرها غير بالكابتور الكتروسونيك. دونك هادي انكونفينيو بالنسبه للكابتور انفراروج، ولكن في لا بريسيزيون هادي كتعاونوا انه كيكون بيان بريسيزي على الكابتور الكتروسونيك. الكابلاج دي كابتور انفراروج راه ساهل بزاف، كيف تشوفوا فيه قلنا الجي ان دي فيه الاوتبوت وفيه الفي سي اس. غنحاولوا نديروا واحد لابليكاسيون في لوجيسيال ايزيس، كيفاش نقدروا نكابليو هاد الكابتور هذا ونديروا اي ليد، يعني فيما يكون عندي شي اوبجي ما بين 2 حتى 40 سنتيمتر غتشعل لي لا ليد، الا ما كان حتى شي اوبجي لا ليد غتبقى طافيه. دونك نمشيو لوجيسيال ايزيس ديالنا، هذا هو لوجيسيال ايزيس ديالي، ولكن قبل ما نخدمو به غنلقاو واحد المشكل، سيكو ما غاديش نلقاو كابتور انفراروج في لوجيسيال ايزيس، الو خاصنا نتيليشارجيو لا بيبليوتيك ديال الكابتور انفراروج وندخلو في ايزيس باش هكا يولي عندي كابتور انفراروج في ايزيس. الا بغينا نانستاليو غتلقاو واحد اللين في ديسكريبسيون، غتلقاو فيه 3 فيشي بحال هكا، غنشدهم عادي، غندير لهم كوبي، غادي نمشي للديسك لوكال، نمشي البروغرام داتا، غادي نلقى لابسونسور الكترونيك، غندخل البروتو سويتش بروفيسيونيل، غادي نلقى هنا ليبروري، غادي ندير ليها كونترول في، انا ديجا عندي دونك بلا ما نديرها، اون فوا غندير لها كونترول في ولا ندير لها كولي، غنمشي للوجيسيال غادي نلقاها. دونك كيف قلنا غنمشيو للوجيسيال ديالنا، ندخلوا لا فينتر ديال ايزيس. فهاد الابليكاسيون غادي نحتاجو ان اردوينو اونو، غادي نحتاجو اي ار اوبستاكل، دونك قلنا راه دخلنا لا بيبليوتيك ديالو، غادي نحتاجو اي ليد، نديرو ليد مثلا جرين ولا ليد ريد. بون كيف كنشوفوا لا سيميلاسيون هي هادي، برونشيت لي بين ديال الكابتور مع اللي قلنا لا ماس 5 فولت، دونك نزيد هنا ندير واحد بلس 5 بلس 5 في، وهادي كنسميوها لوجيك ستات، يعني واحد هذا واحد البين ديال التيست، حيت في السيميلاسيون ما نقدروش نديرو دي زوبجي الوغ كنتيستيو مثلا الا كان اوبجي ولا ما كانش، غنشوف هادشي واش غيخدم. نمشيو للبروغرام ديالنا، البروغرام ديالنا راه ساهل بزاف، عندي انت ليد ديكلاريتها في البين 13 و انت الكابتور اي ار ديكلاريتو في البين 2 و انت ايطا ديال الاي ار، يعني ليطا ديال الكابتور كي دايره في الفويد سيت اب، ديكلاريت لي زونتري لي سورتي، ليد ديكلاريتها سورتي اوتبوت، و الكابتور ديكلاريتو انبوت. في الفويد لوب درت لي كونديسيون، كلا فاريابل اي ار ايطا، قلت لي ديجيتال ريد، يعني غيقرا ليا الكابتور اشنو فيه، اف ليطا ديال الكابتور ايغال 0 غتشعل لا ليد، ايلز اطفال عليك. فيريفي البروغرام ديالي، كومبيلاسيون تيرميني، نمشي ليا ديالي لي في بوان هكس، هو كونترول سي، نجي لوجيسيال كليك دو فوا، كان راحت البروغرام ديال الاردوينو، غيبقى خاصني البروغرام ديال الكابتور ولا الفيشي ديال الكابتور، الكابتور خاصو واحد لي بيبليوتيك بحال كيتابع، غنكليك عليه دو فوا، كليكي سير بروغرام.
la simulation c'est le scénario, l'application c'est le scénario. Je ne sais pas si vous avez fait la vidéo. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me dire en commentaire et je vous conseille de vous aider.